صحة وجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحة وجمال. النهاردة ناس كتيرة كلمتنا وبعت لنا اس ام اس ورسائل كتيرة بتسأل عن حاجة مختلفة عن كل مرة بنتكلم فيها. احنا مهتمين جدا بعملية التخسيس وضبط الوزن وتخفيض الوزن، لكن اكتشفنا ان في ناس كتيرة رفيعة بتعاني في صمت، في ناس كتيرة وزنها اقل من المطلوب وتعتبر ده مشكلة كبيرة جدا. عموما عشان نبقى عارفين احنا وزننا مظبوط ولا وصلنا لحد النحافة، في حاجة بسيطة جدا من 6 لـ 15% ده المعدل اللي المفروض، يعني مثلا واحد طوله 70 كيلو، طوله 170 سنتي ووزنه 70 كيلو، لو لقيناه ناقص 10 كيلو عن المعدل ده يعتبر هذا الشخص بدأ في نسبة النحافة أو يعاني من النحافة. النحافة في نوعين من النحافة عندنا، نحافة أولية دي ناس مولودة بيها وده تدخل فيها العوامل الوراثية ويدخل فيها الجينات بتاعت الشخص، وفي نحافة تانية أو نحافة ثانوية بيسموها النحافة المكتسبة. النحافة المكتسبة دي بتنتج عن حاجات كتيرة بقى، تنتج عن واحد بيتحرك كتير جدا طول ما، يعني هنلاحظ دايما ان الشخص النحيف لما تيجي تطلب منه طلب يتحرك قبل ما تكمل بقية الطلب. الحركة الكتيرة لوحدها قد تكون احد اسباب النحافة، بينما لو استقلنا واحد سمين على طلب على ما يتحرك ليه بيشغل مخه شوية قبل ما يتحرك بجسمه. عشان كده نلاقي الناس اللي هم نحاف دايما سريع الحركة، دايما واقفين، دايما بيتحركوا بكسرة، دول اللي هم بيتعرضوا للنحافة السنوية، يعني مش مولودين بجيناتهم نحاف. النحافة مشكلة بتؤرق بنات كتير، بنات دلوقتي احنا شايفين دلوقتي ناس عمالة بتعمل عمليات نفخ وشد وتكبير والحاجات دي، واحنا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين زيادة الوزن الطبيعية على حسب مقاييس الجمال. مقاييس الجمال تختلف من شخص لآخر يعني، وتختلف من شعب لآخر، يعني مثلا من البنات اللي عندها نمش في أيرلندا تعتبر هي دي ملكات الجمال عندهم، اللي ما عندهاش نمش يعتبروها مش جميلة. في بعض الدول العربية حبوا البنات السمينة أو التخينة، وفي دلوقتي صيحة كل العالم عاوز يبقى رفيع، لكن لا التخين مرتاح ولا الرفيع مرتاح. علشان كده احنا عاوزين نقول للناس النهاردة الوسائل البسيطة للتغلب على انخفاض الوزن او شدة انخفاض الوزن بسبب الاعراض السنوية او بسبب الاعراض الاولية. حتى لو شخص مولود نحيف وابوه وامه نحاف يمكن ان نرفع وزنه، بس احنا بنحب دايما نرفع الوزن عضلات، مش نرفع الوزن بتاعنا دهون، لان الدهون في كل الاحوال مش هتكون مفيده وهتعمل اضرار وممكن تخلي الشخص يزيد من مناطق مش مطلوبه. عشان كده بنقول مهم قوي اذا حبينا نرفع وزننا ان احنا نبدا نرفع وزننا على حسب معايير رفع الوزن العالميه، يبقى نخصم 120 100 من الطول، يعني لو واحد طوله 170 يبقى وزنه 70 كيلو، لو البنات طولها 160 يبقى وزنها من 55 لـ60 كيلو، ده الوزن المناسب ليها. اذا قل الوزن عن 55 يبقى البنت في الوقت ده لازم تحتاج تعمل مجموعة من التمرينات الرياضية باوزان واثقال عشان نبدأ المناطق اللي احنا عاوزين نزيد فيها حجمها يبدأ يظهر فيها زيادة الوزن. عشان كده بنقول مهمة قوي مصاحبة البرنامج الرياضي للبرنامج الغذائي والبرنامج العشبي. صحة وجمال.